إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرضى بها عنا وترضيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم عباد الله هو المشغول بلا إله إلا الله لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته ولا سعادة إلا في القرب منه ولا فلاح ولا نجاح ولا إصلاح ولا صلاح ولا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا في الإخلاص له وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله نبي الهدى وبحر الندى وأكرم الناس جودا ويدا صل اللهم وسلم وزد وبارك على رسول الله الذي بعثه ربه للإيمان مناديا وللجنان داعيا ولمرضاته ساعيا وللمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم ارزقنا محبته وارزقنا شفاعته واسقنا بيدي رسول الله شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية فهي خير زاد نتقدم به ونرجو رب العباد لما وقد قال الله في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حقا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها
الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عن ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء اللهم امنحنا هداك وارزقنا ربنا تقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا ربنا بلقياك ومتعنا في الجنة برؤياك وابعثنا واجمعنا مع النبي الهاشمي مصطفى صلوات الله عليه مصطفاك. أيها الأحبة، مع رسول الله، مع المصطفى، مع الهاشمي، مع البشير النذير صلوات الله عليه، مع الفلاح والنجاح والاستقرار والسعادة وكل ما فيه خير، أقسم برب الأرباب لن نجده إلا مع رسول الله. ورب الكعبة، مهما شرقت الأمة أو غربت، صعدت أو نزلت، الفلاح منوط برسول الله، وفلاحها وتقدمها وقوتها متعلقة باتباعها برسول الله. فاللهم ارزقنا حسن اتباع النبي محمد. أيها الأحبة، أيها الأخيار، ها هي آخر جمعة في شهر أيها الأحباب من أعظم شهور الدنيا، وفي سنة هجرية ولت لتقبل علينا سنة جديدة هجرية ختمها الله بالحج وبدأها الله بشهر الله المحرم الذي تنتظره الأمة. أسأل الله جل جلاله أن يعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، عام هجري جديد، وأستغفر الله من تلك الكلمات التي نسمعها من آن وآخر أن هذا العام يذكرنا برسول الله. وهل يحق لهذه الأمة أن تنسى النبي محمد ولو طرفة عين؟ هل يحق لهذه الأمة التي ما شرفت أبداً إلا بانتسابها لرسول الله؟ اعلموا علم اليقين أيها الأحبة، إن العرب كانوا لا قدر لهم ولا يا أحباب إخوان في الله، لا قدر لهم ولا أهمية عند الناس. كانت هذه الدنيا مسيطر عليها قوة عظيمة قد انقسمت بين دولتين عظيمتين، والعرب لا قيمة لهم بين الفرس والروم. أين العرب؟ ولكن بمجرد أن بعث النبي محمد كان العربي حبيبي وأخي في الله على قدر أمة، الواحد منهم بقدر أمة. بهجرة المصطفى وببعثة المصطفى أصبح للعرب مكانة عند الناس على وجه هذه الأرض. أيها الأحبة، لما ولاه وقد رويت الأخبار لما دخل الربعي ابن عامر، هذا الربعي الزنجي الذي هو أسود من الليل في خلافة عمر. حبيبي إخواني في الله، الربعي لما دخل على
عظيم الفرس ملك الفرس دخل عليه وهو يركب دابة وأبى أن ينزل من على دابته، ودخل وهي قد وضعت حافر على وسادة والأخرى على النمارق، إلى أن وصل إلى عرش رستم. فلما دخل عليه أهابه وأخاف، مع أنه أيها الأحبة هو رجل واحد، فقال له: من أنتم؟ من أنتم؟ قال له الربعي إجابة بسيطة جدا، قال له: نحن قوم ابتعثنا الله. من الذي بعثنا؟ لم يبعث نبينا فقط، بل هذه الأمة بعثت لتنير للأمم الطريق. اللهم خذ بيد أمة النبي محمد يا رب. قال: من أنتم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كان العرب كما قلت أيها الحبيب تقوم بينهم الحروب. أكرمكم الله على شاه، على نعجة، على خروف، على بقرة، على إبل، إن صليتم على رسول الله. ولكن بمجرد أن باشر الإسلام قلوبهم ضربوا المثل الأعلى في كل شيء، حتى وصفهم الله فقال فيهم وفي أصحاب رسول الله خاصة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمتى نسينا النبي محمد ونحن لا قيمة لنا بين الأمم إلا بانتسابنا إلى رسول الله؟ نعم، تذكرنا بالأحداث التي مرت على رسول الله وعاشها النبي محمد في هجرته المباركة. يا شباب ويا أحبابي ويا آبائي، ليست الهجرة بيضة وحمامة، مع أنها من خرافات التي لم تثبت، ليس عنكبوت قد نسج وانتهى الأمر، لا، بل الأمر أكبر وأعظم وأجل. الهجرة منهج حياة، بهجرة النبي محمد تغيرت معالم الأمة من ضعف إلى قوة، ومن شر إلى خير، ومن تبعثر وتشرذم إلى وحدة وألفة، إلى أناس كانوا لا دولة لهم ولا مكان، إلى أن أصبح الواحد منهم يخرج من عند رسول الله سفيراً إلى ملك الروم، أو سفيراً إلى عظيم القبط في مصر، أو حبيبي وأخي في الله إلى كسرى، يخاطب كل واحد منهم بلسان النبي محمد. نعم أحبتي وإخواني في الله، تذكرنا بالهجرة. والأمة الآن وهي مستضعفة ومستكانة ومريضة وهزيلة، ما أحوجها الآن إلى أن تتدارس الهجرة. أقسم بالله أكبر علاج للأمة الآن وهي تعيش أن تدرس كيف بنى النبي محمد دولته، وكيف بنى النبي المجتمع المستقيم الذي ملأ الدنيا. هل صليتم على رسول الله؟ الهجرة بكل أحداثها مرت على مسامعكم، ولكن حبيبي أين هي؟ في واقع الناس. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث في قوم أيها الأحباب ظلمة، أهل استبداد، أهل طبقات، أهل عنف، أهل قتل. حبيبي وأخي في الله، يتعالى الواحد منهم بماله أو جاهه أو سلطانه، فجاء النبي محمد فسوى بين الناس وطبق نظام قول الحق جل جلاله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا لما يا رب لتعارفوا إن أكرمكم عند الله الهاشمي العربي الأعجمي لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء النبي بقوله: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أبيض على أحمر، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. إن أباكم واحد وربكم واحد، كلكم لآدم وآدم.
من طين أو آدم من تراب، هل صليتم على رسول الله؟ عاش فيهم النبي محمد مجاهدا ما يقرب يا حبيبي وأخي في الله من 13 سنة 13 سنة، وهو يقول لهم يا عرب قولوا كلمة، ولكن العرب عندهم داء الكسل. قال لهم يا عرب قولوا كلمة تملكوا بها، أو خاصة في قريش، قال لهم قولوا كلمة تملكوا بها العرب والعجم وتدين لكم الدنيا. قال له كما علمتم حينما جمع الناس. فقال له أبو لهب بل نعطيك عشرات الكلمات ساخرا من رسول الله. قال لهم لا أريد إلا كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله، عيشوا للا إله إلا الله. فعاش النبي مهاجر مجاهدا فيهم صلى الله عليه وسلم، فآزوا النبي في نفسه وفي ولده وفي زوجاته وفي أصحابه صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 13 سنة، وتسمى بالعهد المكي صلوات الله عليه. وجد النبي محمد الصد والرد عند قريش، فأخذ بضاعته صلى الله عليه وسلم، أخذ البضاعة وخرج بها من مكة. إلى أين؟ إلى الطائف. والداعي الناجح لا بد أن يعلم أن الأرض كلها لمن، فأنت تكلم عن الله في أي مكان كنت فيه حبيبي وأخي في الله. اسمع، فإذا برسول الله يخرج من مكة على غرة وعلى غفلة ليذهب إلى الطائف، أكيال ما مشاها النبي على أقدامه، فنزف الأقدام وبذل الجهد ووصل إليهم وغشيهم في الأسواق. قال لهم النبي محمد، قال لسادتهم، والقصة مشهورة، قولوا كلمة. فأرغموا النبي محمد على الخروج واصطفوا له صفين، أي صفين، وأخذت الحجارة تنزل على رسول الله، فخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الثمن غالي جدا يا شباب، الثمن غالي جدا الذي دفعه النبي محمد. يوم أن وصل إلى الطائف كان تجاوز 50 من عمره. عايزة تتخيل مشهد النبي محمد وهو يجري من السفهاء، ولو دعا بدعوة واحدة لجعل عاليها سافلها، ولكن شعار النبي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فنزفت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجري، وليس معه من الدنيا إلا غلامه وحبيبه زيد بن حارثة. يقول زيد نظرت إلى قدمي رسول الله فوجدت نعل النبي اختلط بدم النبي بقدم النبي، أي التصق من كثرة الدماء التي نزفها النبي محمد، حتى وصل إلى قرن الثعالب. وتأتي هنا ويأتي الأمر من عند الله، يختبر فيها النبي محمد. ينزل له ملك الجبال مع سيدنا جبريل، فيحيي جبريل للنبي محمد ويقول له يا محمد إن قومك، إن ربك قد سمع ما قال قومك، وها هو ملك الجبال قد أذن الله له أن يكون في طوع أمرك، فمره بما شئ. فسلم ملك الجبال على رسول الله، قال مرني، مرني ماذا أفعل بالعرب، ماذا أفعل بمن كفر بك، ماذا قال حبيبكم؟ اللهم ازرع الرحمة في قلوبنا يا رب. الرحمة يا شباب يا أبائي لا تنزع إلا من شقي، لا تنزع إلا من شقي. هانوه وأخرجوه وأدموا قدمه وضربوه صلوات الله عليه، ومع ذلك قال له ملك الجبال قل أمر الآن. فنظر ملك الجبال، فنظر النبي إلى ملك الجبال وقال له لا والله إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله جل جلاله، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبالفعل قد تحققت دعوة النبي دي ولم تحققت. من أبو عكرمة؟ أبو جهل. عكرمة جندي في كتيبة النبي، وأبوه أكبر عدو للنبي. لا 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 تستغرب، بل من أبو خالد؟ سيف الله. سيف الله خرج من أي صلب؟ خرج من أحبابي، من صلب عتي عدو لرسول الله الوليد، أحبابي إخواني في الله. فتحققت دعوة النبي، فعاد من هناك النبي محمد. هل فر إلى أي مكان؟ لا،
يا ناس مفردات لا بد أن نعيها جيد. لا تسمح لمن هو مثلي أن يقول لك فر النبي، هذا لا يليق، هذا لا يليق بمن ركب البراق، هذا لا يليق بمن قال الله لك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، كمل يا بطل، والله يعصمك من الناس. هل صليتم على رسول الله؟ لا يليق أن نقول فر، ولكن الدعوة حبيبي تنشر في أي مكان. نعم، فعاد النبي ومعه زيد ابن حارثة حتى وقف النبي ومشهد يبكي القلب بعد لم يجد ضالته هناك. فقال له زيد يا رسول الله كيف ندخل؟ هندخل مكة ازاي الآن وقد عرفوا بأننا قد خرجنا؟ ازاي هندخل؟ فنظر الواثق في الله إلى حبيبه زيد بن حارثة، قال يا زيد إن الله سيجعل لنا مخرجا إن شاء الله. ما عرف اليأس طريقا إلى قلب النبي محمد، وهذا ما يبثه العدو فينا الآن، أن يريد أن يوصلنا إلى مرحلة اليأس، إلى أن يريد إلى مرحلة إحباب إخوان في الله. نقول ونردد خربت، ما فيهاش حل، لا، إن هذه الأمة لا تقطع الأمل أبدا بالله. أتدرون لماذا؟ لأن هذه الأمة ما نصرت، أنا أعي ما أقول، ما نصرت، ما نصرت لا بعدد ولا بعدة، إنما نصرت بقوة من؟ قال ربنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وفي سورة محمد والله معكم يا أمة النبي، اسمعوا لربكم وهو يقول أنا معكم، لكن بشرط بسيط أن تكونوا أنتم يا أمة النبي مع الله. اللهم إنا نسألك أن ترد الأمة إلى دينها يا رب. 13 سنة وهو مجاهد صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أصحابه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم أيها الأحبة قد وصل بهم من الاضطهاد والتعذيب إلى أن الواحد منهم سال شحم الرأس على خده، ألا وهو الخباب بن الأرت، يدخل على النبي محمد وشحم الرأس قد شاء قد نزل على وجنتيه على خديه، فيقول للنبي محمد ألا تدعو الله لنا؟ ما أنشي الأوان تدعو؟ أما ترانا لنا 13 سنة؟ أما تدعو الله لنا؟ ماذا قال النبي محمد؟ هل قال للخباب شكرا؟ شكرا يا أصحابي، والله معكم حق، إنما عنفه النبي وعاتبه فقال له والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل أيها الأحبة، ولكنكم تستعجلون. كلمة فصيحة من النبي محمد، ولكنكم بعد 13 سنة تستعجلون. وبالفعل حبيبي يوم أن رأى النبي محمد سيدنا بلال وقد جرجر على رمضاء مكة الملتهبة، حرارتها الملتهبة، وقد وثق بحبل أكرمكم الله كمثل البعير، ويجرونه الأطفال في كل مكان، ووضعوا عليه الصخور الملتهبة، وهو يردد أنشودة أي أنشودة؟ ما يغنيه الشباب الآن، كان يردد هذه الأنشودة، أحد أحد فرد صمد رب السماء والجبال والشجر له جبيني قد سجد، عزب يا أمية بما شئت وافعل ما شئت، فوالله لن تنال مني إلا هذا الجسد الذي سوف يأكله الدود، أما روحي وعقلي فلا يصل إليهما إلا الله. هذا هو بلال. نعم، يوم أن رأى النبي محمد سمية وقد ضربت في موطن عفتها وفارقت لتكون أول شهيدة في دولة النبي محمد، يوم أن رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياسر
وقد طارت رأسه أمامه أيها الأحباب، يوم أن رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهنا إذا بملك الملوك يقول لأصحاب النبي محمد: قد وفيتم وأعطيتم، فأذن الله لهجرة النبي محمد. هزن له أيها الأحباب. يستيقظ النبي فيقول لأصحابه: يا أصحابي، لقد رأيت دار هجرتكم. إلى أين يا رسول الله؟ وصف لهم النبي بأن دار الهجرة مكان مملوء بالنخيل، ألا وهي يثرب، التي كانت تسمى بيثرب قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ الصحابة، لا بل بدأت التضحية بالهجرة إلى الله، إلى الله ورسوله. بدأ الصحابة يهاجرون، وهنا ظهرت معادن الرجال، ظهر معدن الصحابة كيف ضحوا حبيبي وأخي في الله. والأمثلة على ذلك كثيرة. سلوا مصعب بن عمير: هل صليتم على رسول الله؟ بل صلوا صهيبا الرومي: كيف خرجت؟ كان صهيب الرومي من أغنى أغنياء مكة، وباشر الإسلام قلبه فآمن برسول الله وأراد أن يخرج. فكانت قريش لها أمكنة، كل مكان فيه كمين ينتظرون فيه أصحاب النبي محمد، فأمسكوا بسيدنا صهيب فقالوا: يا صهيب، قد جئت إلينا صعلوك. صعلوك دايما العرب يفتخرون أحباب إخواني في الله بما لا يفتخر به، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جئت إلينا صعلوكا، لا درهم لك ولا دينار، أنت رومي مش عربي، فضربت عندنا وتاجر، ثم الآن تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ لا يكون ذلك أبدا. فطبق سيدنا صهيب المثل الذي يقال: هل صليتم على رسول الله؟ حبيبي وأخي في الله، طبق لهم المثل: انظر إلي أنظر إليك. فقال لهم: يا سادة قريش، تعلمون أنني من أكثرها مالا؟ قالوا: نعم. بقضية معروفة. قال لهم: هل لو أنني أخبرتكم بمالي أين هو وأين تركته حتى خرج بدون مال، أكنتم تاركي؟ قالوا: نعم. اللهم املأ قلوبنا بغناك يا رب العالمين. طب يا عرب، أنتم أصحاب قضية ولا أصحاب مال؟ أنتم زعلانين على اللات والعزة ولا زعلانين على الدرهم والدينار؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم. فقال لهم: ذهبي في مكان كذا وانظر إلى صدق الصحابة، ومالي في مكان كذا، اذهبوا فخذوا. كان ممكن خد بالحيلة، ولكنهم رجال رباهم النبي محمد، فصدق معهم، فصدقوا معه فخلوا سبيله. لما وصله وهاجر النبي محمد وأصبح سيدنا صهيب لا درهم له ولا دينار، من رجل ملياردير من أغنى أغنيائها إلى رجل أجير يعمل بقوت يومه عند الناس، فلما رآه النبي محمد قال له كلمة: أبا سليمان، ربح البيع، ربح البيع. أنت اشتريت فين؟ أنت اشتريت في الجنة. التضحية. علي ابن أبي طالب لما اختاره النبي محمد شاب حديث السن، فقال له النبي: يا علي، أتنام في فراشك؟ قصة مشهورة. ولكن أين الشباب يا أحباب إخواني في الله؟ اللهم رد الأمة يا رب العالمين واحفظ شبابها. الآن الشباب يا أحباب إخواني في الله علم الأمة أن أغلى ما تمتلك هذه الأمة الشباب ورب الكعبة، فأرادت أن فصب عليها الفتن والشهوات صبا يا أحبابي. انظر إلى المخدرات كيف انتشرت بين شبابنا أحباب إخواني، بعشرة جنيه يا أحبابي إخواني في الله. تسمى هذا الشيء المجرم الذي يروجه أهل الإجرام ما يسمى بالاستروكس يا أحبابي إخواني في الله. اشربوا شبابنا يا أحبابي إخواني في الله، أمور تقطع القلب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عليك بمن روج المخدرات في بلاد المسلمين، اللهم افضح سرهم واهتك عرضهم. اللهم إنا نسألك ألا تجعل لهم قائمة يا رب العالمين. نعم، فعلم العدو قديما وحديثا أن هذه الأمة تنصر بشبابها، فقال النبي لعلي: يا علي،
أتنام في رشا في مكاني؟ قال له علي: صغير السن كبير المقام، ابن عم رسول الله، أفتديك بنفسي وروحي وأبي وأمي يا رسول الله، أنام في فراشك. فقال: ولن يخلص إليك، ما تخافش، لن يمسك سوء يا علي. وبالفعل نأخذ منها أن الأمة لن تنتصر أبدا أبدا، اسمعوها من أخيكم، لن تنصر الأمة بالتوكل على الله فقط، مستحيل تنصر، إنما من التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب. أنا متوكل على الله وأجلس في المسجد لينزل الله لي رزقا، لا هذا خطأ. لما قال عمر ورأى صحابة جماعة من الصحابة فقال لهم عمر، لاحظ عليهم أنهم دائما الجلوس في المسجد، بالليل في المسجد، بالنهار في المسجد، العصر في المسجد، الظهر في المسجد. قال: من أنتم؟ أنتم مين؟ تبع مين أنتم؟ وهو يعلم عمر من ده، ابن فلان وابن فلان وابن فلان وابن فلان. ولكن عمر أراد أمرا آخر، قال: من أنتم؟ قالوا: نحن متوكلون على الله يا أمير المؤمنين. قال: كذبتم، والله أنتم متواكلون على الله. أيجلس أحدكم في مكانه ويقول: أنا متوكل، وينتظر السماء تنزل عليه ذهبا أو فضة؟ إنما المتوكل من علق قلبه بالله وأخذ بالأسباب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل أخذ بالأسباب؟ يأخذ لي بالأسباب، وهو الذي ركب البراق. البراق يضع حافره في منتهى بصر، ومع ذلك أخذ بالأسباب. أين الأخذ بالأسباب؟ من الذي ينام في فراشي؟ علي. أين الدابة التي أركبها؟ أبو بكر الصديق قد رباها منذ شهرين. من الصديق معي في رفقتي وفي طريقي؟ سيدنا أبو بكر الصديق. من يأتي إلينا بالطعام؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق. من الذي يمحو الأثر من خلفنا؟ عبد الله ابن أبي بكر الصديق. من الذي يأتي بالغنم لنشرب منها ليلا لبنا؟ عامر ابن أبي فهيرة. طب ومن الذي يأتي لنا بالأخبار؟ سبحان الله رب العالمين، هكذا جهز النبي. ومع أنه كان في استطاعته أن يقول: ربي ارفعني إلى مدينتي أو إلى ما أحببت، لرفعه الله رب العالمين، ولكن يعلم الأمة أن تأخذ بالأسباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأمة لما فيه الخير، فهو حسبنا ونعم الوكيل. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله عباد الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نشهد بأنه واحد أحد فرد صمد لا والد ولا ولد، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. صلى اللهم وسلم وبارك على رسول الله. إذا قد جهز النبي محمد بعد أن وصلت إليه الأخبار بأن قريش قد جمعت جمعها بأنها إما أن تقتل النبي أو تخرج النبي أو تحبس النبي، كما قال الله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يحبسونك، يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. من أجمل الآيات التي قد ختمت حيث تدخل فيها الملك مباشر، فقال الملك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نعم، بدأ النبي محمد يجهز خطته. كما قلنا، علي في الفراش، الصاحب أبو بكر الذي يأتي بالأخبار عبد الله، الدليل عبد الله بن أريقط. أيها الأحبة، أين المكان؟ حنطلع كده وربنا يسهل؟ لا، إلى غار الثور حيث حدد مكانه النبي محمد ونجحت الخطة. كيف يخرج النبي؟ أيخرج كما يخرج اللصوص من شباك أو من أعلى أو من أسفل؟ ما رضي الله لنبيه إلا وأنه يخرج وهو رافع قامته تعانق السماء. وقفوا أمام بيت النبي محمد،
ما يقرب من 40 شاب بسيوف مسلولة محشوة سما لقتل رسول الله حبيب وأخي في الله. وبدأ النبي يتحرك ليخرج من مكانه. من أين خرج النبي محمد؟ بعد أن أخذ بالأسباب، هنا العناية الإلهية لا بد أن تتدخل. بعد أن يؤدي الواحد منا ما عليه، اعلم أن الله قال والله معكم. فتح النبي بابه والأربعون على باب النبي، ولكن تلا قوله كما قد قيل في السير. فتح الباب وهو يتلو قول الحق تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. من الذي يملك السمع والأبصار؟ العيون مفتوحة ولكن البصر لا يبصر، لأن الأمر بيد الله. فخرج النبي من بين الأربعين، الله أكبر، نعم ورب الكعبة، هكذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى أبي بكر الصديق الذي بكى لما رأى النبي في بيته. قال: الآن يا أبا بكر. قال أبو بكر وهو يبكي: الصحبة الصحبة يا رسول الله، أنا معاك معاك. قال: نعم معي يا أبا بكر. فقالت أمي عائشة: والله ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر قد بكى من الفرح لما بشره النبي بأنه رفيق سفره صلى الله عليه وسلم. خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك من الأحداث كحدث زراقة بن مالك. حبيبي وأخي في الله، قصة الهجرة مشهورة جدا، ولكنها أين واقعها بين الناس؟ أين من يهاجر إلى الله ورسوله؟ حبيبي وأخي في الله، يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ويصل إلى مدينته. وهنا نقطة لا بد أن يعيها الجميع: كيف بنى النبي دولته ومجتمعه؟ النبي بناه على ثلاثة أمور، أو على ثلاثة أركان، منذ من تلك الساعة إلى آخر مولود يولد سوف يردد أن النبي محمد بنى دولته على ثلاثة أركان. الركن الأول علق قلبها بمن؟ بالله رب العالمين، وهذا متمثل في بناء الجامعة، الجامع والجامعة، ألا وهو مسجد النبي محمد. أسأل الله أن أراكم قريبا فيه بإذن الله تعالى. مسس مسجده صلى الله عليه وسلم. الركن الثاني ألا وهو الإخاء، المودة والحب. يا ناس تعالوا، تعالوا بنا نتقارب، تعال كل واحد منا يقول للآخر: يا أخي، تعالوا بنا نعود إلى ما قال فينا النبي: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. يا ناس، لماذا قست قلوبنا بعضها على بعض؟ لماذا أيها الأحبة، لماذا قسي القلب الأخ على أخيه، والابن على أبيه، والأب على ابنه، والجار على جاره؟ كأن النبي ما قال. لا والله قد قال. قال النبي محمد: المؤمن للمؤمن كالبنيان. فالركن الثاني يا شباب الإخاء، هذا أخوك، وبالفعل عاشوا. والركن الثالث علاقتنا مع غير المسلمين، ألا وهي الوثيقة النبوية التي ما عرف دستور كمثل دستور النبي في مدينته صلى الله عليه وسلم. بقي معنا من الهجرة لا بد أن نعطي عليه إشارة، ألا وهو: هل انتهت الهجرة؟ نعم، قال النبي محمد فيها بعد الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ولكن أي هجرة مطلوبة؟ الهجرة التي قال فيها النبي محمد: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ده المسلم تعريف. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عليه. ما أحوجنا إلى هجرة إلى الله ورسوله بترك المحرمات، بترك المعاصي. قالت أم سلمة لرسول الله: يا رسول الله، وصيني وصيني. أم سلمة قال لها: يا أم سلمة، يا أم سلمة، عليك بترك المعاصي فإنها أفضل هجرة، وعليك وحافظي على الفرائض فإنه أفضل جهاد، وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين بشيء أحب إلى الله من كثرة ذكر الله رب العالمين.
قال النبي محمد: يا رسول الله أعظم هجرة يا شباب، أعظم هجرة يا رسول الله، أعظم هجرة. قال النبي محمد: أن تهجر ما نهى الله عنه. قال النبي في رواية: أن تهجر ما حرم الله عليك. ما أحوجنا إلى الأمة الآن إن أرادت نصرا أن تهجر كل ما يبعدها عن الله ورسوله، أن تهاجر إلى الله بترك معاصيك، أن تقف وقفة مع هذا العام الهجري الجديد وتقول: ربي تبت، واعلم أن الله قد قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. حبيبي وأخي في الله، قال الله لنا جميعا لنهاجر الآن إلى الله رب العالمين، وندخل في قول الحق: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسأل الله رب العالمين رب العرش العظيم أن يرزقنا هجرة إليه وإلى رسوله. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحفظ الأمة يا رب العالمين من مشرقيها إلى مغربيها. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وأعطي كل عقيم ولدا صالحا يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا بذنب مغفور وبعيب مستور وبتجارة لن تبور. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك نفوسا راضية، ونسألك صدورا من الهموم خالية، ونسألك اللهم قلوبا بحبك صافية، ونسألك اللهم العفو والعافية. اللهم احفظ مصر وأهلها، احفظ مصر وشعبها، احفظ مصر وجوها، احفظ مصر يا رب العالمين بحفظك، واكلأها برعايتك. اللهم احفظ مصر وأهلها، شعبها، جوها، بحرها، أرضها، جميع سكانها رب العالمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلاد الشام، رحماك بأطفال الشام، رحماك بنساء الشام، رحماك بإخواننا في فلسطين. اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى، احفظ إخواننا في بورما، في اليمن، في كل مكان يا رب العالمين، وفي العراق. اجمع شمل أمة النبي محمد. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ولمن علمنا حرفا في غواجك العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وأقم الصلاة.